أحمد التعمري منقذ حيوانات. صار لي قرابة 5 سنين بنقذ حيوانات. أول حالة كانت طبعاً كلب كنعاني، كان أيامها صيف، فكان هو متظلل تحت تنك مية. طبعاً هذه هي الحالة اللي خلتني يعني إني أعمل إشي للكلاب هذه. فطلع فوق التنك تقريباً هرس نص ظهره مع رجليه. فحاولت إني أنا أنقذه وعاش عندي قرابة 10-15 يوم، ما يعني بالآخر كان إنه ما قدرت إني أعيشه ومات. كنت عامل الإشي هذا بالبيت عندي، كنت جايب تقريباً 3-4 حالات كانوا عندي بالمنطقة، وأخذت مزرعة عندنا طبعاً وبالمنطقة، فصرت أقنى فيها عدد أكبر من الحالات الإنقاذ. أكثر حالات بتعرض لها اللي هي بتكون متعرضة لطخ، متعرضة لدعس، تسمم، تعنيف، تكسير، هذه أكثر حالات اللي بستقبلها أنا. وصل عندي يعني أكبر عدد وصل عندي قرابة 200-250 كلب، كانوا إصابات، اللي كان عادي، اللي كان والد، من جراء صغار، من كلاب كبار. وأقل إشي هسه عندي قرابة 60-65-70 كلب. بالفترات هذه من كل سنة بيصير تسمم للأم، طخ للأم، بتكون مثلاً أم انطخت أو ماتت بيكون عندها 7-6 جراء طبعاً. فبضطر أني أنا أطلع أجيب الجراء هذه وأحطهم على كلاب عندي أنا مخصصهم، هذولا صار لهم عندي يعني سنين، صار لهم عندي هذول، أنا ما بعقمهم، بخليهم للحالات اللي مثل هيك، للحالات اللي مثل هيك بهتم فيهم هذول عشان يصيروا أم مرضعة، بدل مثلاً الجراء اللي تعرض أمهم للقتل، فعشان ما يموتوا، أو أني أنا ما باستطاعتي أني أقدر أرضع هذه الأعداد من الجراء. أنا عندي مجموعة على الفيسبوك، جروب، فبيعملوا لي منشن، بيعملوا لي أنه يعني بيلغوني، بيحكوا معي تلفونات أنه مثلاً في الحالة كذا كذا بالمكان الفلاني، أطلع أنقذها أو أطلع أجيبها، وبتحرك عليها، بتكون يعني المواصلات على حساب الشخصي، ما يعني ما أنه حدا بدفع عنا، إحنا بنقولها على حسابنا الشخصي إحنا والفريق تبعنا. طبعا الفريق مكون من أنا والأخت هبة السعيد والأخت أماني القواسمة. إقبال قليل علي جدا يعني أنه موضوع التبني، الناس بتدور على يعني كلاب الأنواع اللي هي الكلاب المستوردة والكلاب اللي بتكون سلالات يعني، فما عليه الكلب الكنعاني ما عليه إقبال كثير يعني، فإحنا بنعاني من الإشي هذا يعني. طبعاً مع أنه الكلب الكنعاني هو من أأصل سلالات الكلاب ومن أقدمهن، وكنت أشتغل أنا يعني بشتغل بتجارة الخيل، أنا طبعاً كنت مدرب فروسية، وكنت يعني كان راتبي كويس يعني، فكنت أدبر من هون ومن هون وكنت أصرف عليهم يعني، وفي ناس يعني تبعث بتتبرع، بس عدد قليل جداً يعني، عدد قليل جداً اللي بتبرع. Thank you.